مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ سحب استدعاءات اجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث سيكون بداية من يومي 10 ماي الجاري. وحسب بيان للوزارة، فيتوجب على جميع المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 وكافة المترشحين الأحرار لهذين الامتحانين بأن عملية سحب استدعاءاتهم ستكون ابتداء من يوم 10 ماي. وأوضحت الوزارة أن السحب سيكون عبر الأرضية الرقمية، فضاء الأولياء ومواقع الديوان، وسيكون سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من يوم 10 ماي إلى غاية 8 جوان 2022 عبر موقع bm.onec.dz. وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا، فسيكون سحب الاستدعاء من 10 ماي إلى 16 جوان من الموقع bac.onec.dz. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد حددت الوزارة تاريخ من 10 ماي إلى 8 جوان لسحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط عبر موقع bm.onec.dz، والتاريخ من 10 ماي إلى 16 جوان لسحب استدعاء شهادة البكالوريا bac.onec.dz. حظ موفق لكل مترشحين شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، وكذلك مترشحين الأحرار، حظ موفق للجميع. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروني في فيديو لاحق بحول الله.